قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب، كان في وجهه دمامة، وكان فقيرا ويكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا جليبيب، ألا تتزوج يا جليبيب؟ فقال: يا رسول الله، ومن يزوجني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أزوجك يا جليبيب. فالتفت جليبيب إلى الرسول فقال: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غير أنك عند الله لست بكاسد. ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص حتى يزوج جليبيب. فجاء في يوم من الأيام رجل من الأنصار قد توفي زوج ابنته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: نعم، ولكن لا أتزوجها أنا. فرد عليه الأب: لمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أزوجها جليبيبا. فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، تزوجها لجليبيب؟ يا رسول الله، انتظر حتى استأمر أمها. ثم مضى إلى أمها وقال لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إليك ابنتك. قالت: نعم، ونعمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها: إنه ليس يريدها لنفسه. قالت: لمن؟ قال: يريدها لجليبيب. قالت لجليبيب: لا لعمر الله، لا أزوج جليبيب، وقد منعناها فلانا وفلان. فاختم أبوها لذلك. ثم قام ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحت الفتاة من خدرها وقالت لأبويها: من خطبني إليكما؟ قال الأب: خطبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أفترداني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعاني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. قال أبوها: نعم. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، شأنك بها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جليبيبة ثم زوجه إياها. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه الشريفتين وقال: اللهم صب عليهما الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. ثم لم يمض على زواجهما أيام حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة، وخرج معه جليبيب. فلما انتهى القتال اجتمع الناس وبدأوا يتفقدون بعضهم بعضا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نفقد فلان وفلان. كل واحد منهم إنما فقد تاجرا أو فقد ابن عمه أو أخاه. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن تفقدون؟ قالوا: هؤلاء الذين فقدناهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنني أفقد جليبيبة، فقوموا نلتمس خبره. ثم قاموا وبحثوا عنه في ساحة القتال وطلبوه مع القتلى، ثم مشوا فوجدوه في مكان قريب بجانب سبعة من المشركين قد قتلهم، ثم غلبته الجراح فمات. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جسده المقطع ثم قال: قتلتهم ثم قتلوك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. ثم تربع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بجانب هذا الجسد، ثم حمل هذا الجسد ووضعه على ساعديه صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يحفروا له قبرا. قال أنس: فمكثنا والله نحفر القبر، وجليبيب ما له فراش غير ساعد النبي صلى الله عليه وسلم.